بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. اتربينا زمان ان الطريق له اعراف واحكام. كنا لما نقابل راجل كبير من شارعنا نجري نساعده ونسلم عليه بكل احترام، وكان الشباب في كل حي يتعاملوا مع جيرانهم بكل ادب والتزام. كان الطريق زمان عنوان لشهامه ولاد البلد، وكانت الاصول اساس الزمان والايام. بس حق الطريق مش مرتبط بالوقت والزمان، حق الطريق واجب علينا حدده الإسلام. يا ترى إيه هو حق الطريق وإزاي نحافظ عليه؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. إن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. في حاجات كده أساسية في حياتنا ما بتتغيرش بتغير الزمن. لا. يعني التكنولوجيا والحياة تبقى منفتحة والزمن يتغير والشباب يتغير وتفاصيل الحياة تتغير، لكن في أساسيات في حياتنا فعش أبدا أنها تتغير. هي الأساس اللي احنا بنحطه. لا. عشان نطلع عليه المبنى، من ضمنها أننا نحترم الكبير، من ضمنها أننا نبقى أولاد أصول، من ضمنها أننا ثوابت كده عندنا في ديننا تبقى موجودة ما تتغيرش أبدا. لما حد يقول لحد حق الطريق هيفهمها بكذا معنى. حق الطريق أنت تقصد إيه؟ الشارع أننا ما نرميش فيه حاجة، ولا أننا نحترم الناس اللي موجودين في الشارع، ولا أننا ما نتلفظ بلفظ مش كويس، ولا أننا نعمل إيه، ولا كل الحاجات مع بعضها؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية السبيل. ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقصد إيه بالطريق؟ نقصد الطريق الشوارع، سواء كانت شوارع عامة أو شوارع خاصة. شوارع عامة زي الشوارع منفعتها لعموم الناس، شارع خاص حد عامل مدخل خاص لي، مدخل لبيته، مدخل لمزرعته، مدخل لفيلته، مدخل لشقته، أيا كان لابد أن أنا أحترمها. قبل ما نتكلم عن حقوق الطريق لابد أن نؤصل بقواعد. القاعدة الأولى يا جماعة: الطريق نعمة من ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأرض: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأنا عشان أمشي من مناكبها لازم أعمل ده. النقطة الثانية: يبقى أنا الطريق نعمة فلابد أن نحافظ عليه. رقم اثنين: الطريق ملك للجميع، مش ملكية خاصة لحد. فما يجوز ان حد يتعامل مع الطريق على انه ملكية خاصة، فيضع صدادات ويضع حديد ويتخانق مع الناس. لا لا لا، الطريق يقول ده مكاني. لا لا، الطريق ملك لجميع الناس، ملك لي ولك وللكل. نقطة من اول السطر: احذر من الافساد في الطريق. طيب خلينا ناخد التليفون ونقولها. مدام عبير. ايوه، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. انا بشكر حضرتك وبشكر الشيخ رمضان عبد الرازق والبرنامج الجميل ده، ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. الله يبارك لك. انا كنت عايزه اسال بس فضيله الشيخ، انا بصلي طبعا الظهر الفرض اللي عليا، بس انا بصلي دايما قراءة الفاتحة وسورة قصيرة مثلا في 4 ركعات الظهر أو 4 العصر. بتقولي السورة، بتقولي السورة الصغيرة في 4 ركعات؟ اه، يعني بقول في السورة اللي في 4 ركعات، كل 4 ركعات قراءة الفاتحة وسورة قصيرة في 4 ركعات. صلاة المغرب برضو قراءة الفاتحة في 3 ركعات، وال3 ركعات برضو سور قصيرة. أنا بصلي دايما على طول كده. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا لما بنقرأ القرآن وبلاقي مثلا وخلق لكم الشمس والقمر دائبين، نعم ربنا يعني اللي سخرها لنا في الآيات القرآن الكريم. فبعد كل دوت، بعد نعم ربنا، أنا بقول بعد ما نقرأ الآية أقول الحمد لله رب العالمين وارجع أكمل تاني. فأنا عايز
اعرف قراءه القران كده صح ولا لا، يعني كل ايات اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها وذكرت في القران والنعم اللي سخرها من اجلنا التي لا تعد ولا تحصى، بعدها بقول الحمد لله رب العالمين وارجع. ده في الصلاه دي ولا في غير الصلاه؟ لا وهي بتقرا الصلاه وانا بنقرا القران في غير الصلاة. أنا بنقرأ القرآن يعني على طول وأنا بنقرأ القرآن وبلاقي نعم ربنا اللي خلقها لنا الحمد لله رب العالمين، فبقول الحمد لله رب العالمين وبرجع أكمل تاني. بس أنا بقول اللي أنا بس عايزة أتأكد من صحتهم يعني. حاضر حاضر. تبين يا مدام عبير، المفروض أنها بتقرأ السورة الصغيرة في أول ركعتين بس. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، فجعل صلاة كلها جهرية وصلاة كلها سرية وصلاة تجمع ما بين الجهرية والسرية، جعل صلاة بركوع وجعل صلاة بركوعين وجعل صلاة بسجود وجعل صلاة بسجودين وجعل صلاة بلا ركوع ولا سجود، أمرنا بصلاة بركعة واحدة وصلاة ركعتين وصلاة ثلاثة وصلاة أربعة إلى آخره. لكن المتصلة الكريمة جانبت الصواب في نقطة إنها بتقرأ الأربع ركعات في الظهر بالفاتحة وصور قصيرة. لا، الصواب الركعتين الأوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن، الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط. فلازم تعملي كده أيتها المتصلة الكريمة، هتصلي الظهر، هتصلي المغرب، هتصلي العشاء، هتصلي العصر، الركعتين اللي في الأول فاتحة وسورة، ركعتين اللي في الآخر فاتحة فقط، صلي المغرب، ركعتين اللي في الأول فاتحة وسورة، الركعة الأخيرة فاتحة فقط، واللي انت عملتيه لا يبطل صلاتك لكن يخالف السنة. فالواجب عليك تعملي اللي بقوله ده. هتصلي الظهر الركعتين اللي في الأول الفاتحة وما تيسر من القرآن أو سورة قصيرة، الركعتين الأخيرتين فاتحة فقط، فاتحة فقط، المغرب الركعتين فاتحة وسورة، الركعة الأخيرة فاتحة فقط، العشاء ركعتين اللي في الأول فاتحة وما تيسر من القرآن، الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط. تمام. طيب لما بتقرأ القرآن الكريم وبتلاقي آية عن نعم ربنا سبحانه وتعالى بتقول بتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتكمل. يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية فيها استغفار إلا استغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ولا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يرسل السماء عليكم إلى آخره، بآية تسبيح وسبح، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان اسم ربي العظيم. يجوز وما تفعله جائز، لا حرج عليها. في السؤال التالي، تمام، إياك أو إياكم وإفساد الطريق. صحيح. يبقى القاعدة الأولى يا لمياء هانم الطريق نعمة، القاعدة الثانية الطريق ملك للجميع، القاعدة الثالثة اوعى الفساد في الطريق والإفساد فيه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، قال الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد هنا بقى أو صور الفساد هنا اللي هي بص حضرتك، أن يشغل طريق الناس، أن يمنع الناس من الطريق، أن يجعل مطب مش الدولة اللي عاملاه وممكن يبقى مطب عاصي جدا يضر بالناس وهي بتتحرك، أو يضع أشواكا في الطريق أو يضع حديد لأنه يأخذ هذا المكان ومحدش يقرب له، هذا لا يجوز شرعا بأي حال. إنك تسد طريق مفتوح هذا لا يجوز شرعا، إنه يرمي قمامة في الشارع هذا لا يجوز شرعا، دي نقطة مهمة جدا لأنه ده أذى. وأقول لحضرتك الأدلة على إن العلاقة اللي بيننا وبين الطريق علاقة حب. فضل. طيب ناخد التليفون ونقول مدام سهير. ألو. اهلا وسهلا. اهلا لمياء، ازيك؟ الحمد لله بخير. بقولك يا لمياء، انا كنت عايزه اسال الشيخ رمضان اتفضلي مع حضرتك حاجه مهمه. اتفضلي. الزكاه انا قبل ما زوجي يتوفى كنت بدفعها يعني دايما من الارباح على اساس بتبقى موجوده فلوس كتير، انما بعد ما توفى الحقيقه الارباح بتخلص زكاة المال، فأعمل إيه في الحالة دي؟ هل من يعني هل لازم أدفع الزكاة ولا يعني الأرباح طبيعي بتخلص يعني عارفة إزاي لم يعني؟ مش حضرتك بتطلعيها كل سنة؟ كل سنة، أنا عشان أنا حتى بعد ما زوجي توفى ببقى حريصة جدا على إني أطلعها،
يعني مش عايزه حاجه تتغير. بس للاسف حبيبتي يعني الدنيا غاليه والارباح بتخلص. طب حضرتك خلال السنه ما تقدريش كل شهر تشيلي جزء على اساس ان لما يجي ميعاد الزكاه تطلعيها؟ صعب جدا ان انا اوفر حاجه، المعاش طبعا بيبقى قليل. هو المبلغ قد ايه يا فندم؟ هو المبلغ 300,000. يعني بس في حدود يعني 17,000 كل سنه، بس دي صعب انها تتوفر حقيقه دكتور رمضان. مش عارفه يعني، انا محتاره في النقطه دي يعني، يعني وبعدين ببقى محرجه جدا اخد من ولادي ويعني من كله يعني. مش في عائد من الوديعه وعائد من المعاش؟ بس بيخلص يا دكتور رمضان حضرتك، بيخلص يعني. ما كانش بيخلص ليه والحج موجود؟ لان بيبقى فيه في دكتور في دخل داخل تاني غير ده، دخل تاني كتير والدنيا كانت طيب. حاضر. طب عينا يا مدام سهية، اللي فهمته انه هو وهو موجود كان بيشتغل، فكان في فلوس بتدخل غير ده. النهارده ما بقاش في فلوس بتدخل منه، فبقى اللي موجود المعاش والعائد اللي بيجي من الوديعة اللي هيحطها لهم 300,000. بص حضرتك، هو الزكوات ما فيهاش كلام، ركن من أركان الإسلام. وطالما المبلغ عدى النصاب وحال عليه الحول تحقق فيه وجوب الزكاة. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلازم تعمل خطة تطلع مبلغ شهري يعادل الزكاة. شيخنا ربنا يطيل عمره ويعطيه الصحة والعافية، أستاذ الدكتور علي جمعة، في مثل هذه الإشكالية أوجد حل حلو قوي. قاس الفلوس اللي في البنك على الأرض الزراعية وقال تطلع 10% من العائد، فطلع تقريبا نص المبلغ. فممكن تشوف العائد قد إيه طول السنة وتطلع منه 10%، تقريبا هيبقى عليها نص المبلغ اللي موجود. لو 2.5% هيبقى مبلغ. طب لو 10% من العائد هيبقى نص المبلغ المطلوب. تقدري بقى حضرتك تعملي زي ما بقول لك جزء بسيط كل شهر. نعم. من اللي بيدخل لك هتقدري في نهاية السنة يبقى معاكي المبلغ اللي تقدري تدفعيه وتبقي حليتي الموضوع. ربنا يتقبل يا رب. ناخد حاجة أم كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. رمضان عامل ايه؟ ربنا يعزه. الله يكبر خاطرك، ازيك يا امي؟ الله يسلمك. ربنا يبارك في عمرك. يا رب يبارك فيك يا رب ويديك الصحة. امين يا رب. تفضلي. انا كنت ممكن اسأل سؤالين بس. تفضلي. انا جوزي متوفي بقاله 5 شهور. بقاء لله. دوام لله واحد. وبعدين كان ابني الكبير كان جايب له تاكسي عيني بقى يبيه شبكة مراته والحاجات دي كلها. المهم ايه، دلوقتي توفى محدش عارف يشتغل عليه. بقول له بيعوه ودوا ايه اخوكوا فلوس عشان واحد مش ضامن عمره. هو التاكسي ابن حضرتك هو اللي جايبه كله بفلوسه؟ كله حتى اما ابويا يعني تعب شويه بقى يقوم يشتغل ويعمل بقى يكمل فلوس الجمعيات اللي احنا كنا ايه سدين بيها الفلوس اللي احنا خدناها. هل ولادي بقى ليهم فيهم عشان التاكسي يعني ما رضاش يكتبوا باسمه؟ كتبوا باسم ابوه. تمام. حاضر. هو كان جايبه يا امي هديه لوالده لا ترد؟ لا، هو كان جايبه عشان بابا كان يعني شغال مع واحد يعني من دمه كان بيذله شوية. سير عليه أبوه راح نزل قال له ده، بس احنا عارفين اللي ده بتاع ابني. لكن هو لما جابه كان منتظر ان بابا يرد له الفلوس ولا ادهوله هدية؟ لا، يشتغل عليه لغاية ما أذن ربنا بقى يكون هدية يعني. لا، جابه يعني يشتغل عليه ويسد له الجمعيات اللي هو كان ايه داخل فيها. دلوقتي توفى، مش من حق ابني ياخد ان بيع التاكسي ده. والاخوات بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا معايا قولوا لي خلاص اللي انت شايفاه يا ماما يعني. طب موافقين وشايفين ان ده حق اخوه؟ مفيش مشكله. حضرتك بتسالي ليه؟ هي بتسال هو ميراث ولا لا، يعني يدخل في الميراث ولا هم يقدروا يتصرفوا كده. هو ما عنديش. طيب. الا التاكسي ده بتاع بس ابني اللي دافع كله. طيب سؤال حضرتك التاني ايه؟ انا جوزي متوفي بقاله 5 اشهر. دلوقتي قلبي واجعني جامد. هل ومش عاوزه يعني ايه اعلى الاسم يعني ايه
مش عارفة ده حرام ولا حلال. ما هو الأسود ملوش علاقة باللي جوه القلب. ما أنا ماليش نفس للدنيا بحالها. ربنا يصبرك. ده حرام ولا حلال؟ حاضر حاضر. وبعدين يعني ما يستاهلش مثلا الواحد يحزن عليه، يعني بقالي 44 سنة معاه مش بالأسود ولا بالأبيض ولا بالألوان ولا بأي حاجة خالص. وأنا عيانة، هو اللي شني وظهري وجاني بقى يجيب لي حاجة، يعني راجل يعني عذبني كتير قوي. ربنا يجعله في ميزان حسناته. وزعلان عشان ولادي متضايقين اللي انا حزانه، عايزين يفرحوني يعني، وربنا يبارك لهم يا رب ويوسع رزقهم. امين يا رب امين يا رب. حاضر تابعينا حضرتك. طيب كده التاكسي يعتبر ميراث ولا؟ طالما اولا هو لو جايبه على انه هديه لا ترد هيبقى ميراث، لكن هو جايبه مؤقت كمساعدة لوالده وهيسترده تاني بعد عمر طويل، خلاص هو من حقه. كمان نقطة مهمة، طالما الإخوات متفقين وراضيين إن التاكس ده جابه أخوهم الكبير وعايزين يرجعوه تاني لأخوهم الكبير، لا مانع خلاص، طالما المواضيع فيها رضا يبقى الموضوع ما فيهوش مشكلة. طيب لبس الأسود؟ القضية مش في لبس الأسود يا هانم. أولا لازم نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. اللي هي لأ فترة العيد. الست لما بيموت الزوج يا هانم بيبقى عليها حاجتين: عدة وإحداد. العدة اللي هي فترة عدم الزواج وغير ذلك، الإحداد ترك الزينة، ترك الملابس الملونة، ترك الخروج من البيت إلا لضرورة. تبعد 4 شهور و10 أيام لا يجوز أن نكمل في الحزن. هذا الحزن شعور طبيعي وإنساني، جزاك الله خيرا، ست وفية وست طيبة وست جميلة وست مقدرة العشرة على رأسنا من فوق. هو ما يخصهوش ده، هو يخصه إيه؟ الدعاء. دعوة كريمة، صدقة جميلة، استغفار. فما تكمليش في الحزن يا أمي، الحزن ما يخصوش هو في حاجة، هو بين يدي الله تبارك وتعالى. هو بدل الحزن ادعيله، بدل الحزن تصدقي، بدل الحزن استغفري له ربنا، بدل الحزن اذكريه في عمل خير تعمليه. ما تكمليش في الحزن، ما تحزنيش اللي حواليكي، خلاص خروجي من الدايرة وكملي في حياتك عشان خاطر ولادك. حتى لو انت شخصيا ملكيش نفس للحياة، عشان خاطر ولادك وعشان خاطر أحفادك، فما تكمليش قوي وما تزوديش في الحزن. خير الأمور الوسط، والحزن لا ينفع الميت بشيء. الحزن بنقدره عشان الفقد وعلشان مشاعر إنسانية، طبعا مشاعر على دماغنا من فوق، لكن ما تكمليش لأنه ممكن يجلب عليها تعب طبعا، ويجلب عليها مرض، وهو في غنى عن هذا الحزن، هو يحتاج منا الدعاء والصدقة والاستغفار. طيب ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. ألو معاك. ازيك يا مدام؟ ازيك يا مدام نعم، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. أهلا. طب الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. طب الحمد لله. شيخ رمضان عامل ايه؟ الله يسلم سعادتك، أهلا بك. الله يخليك، أهلا وسهلا. معلش أنا كنت عندي بس سؤالين. اتفضلي. الله يخليك. عايزة بس أول حاجة يدعيلي وكنت بسأل بس على سؤالين. أنا كل ما أصلي أفضل أعيط، عياط بينزل عليا كتير قوي. عشان مش عارفه هو ده يعني انا مش يعني بفضل اعيط كده في الصلاه. والسؤال الثاني، طب انت ثواني بس بالراحه، انت بتعيطي في الصلاه خشوع، نوع من الخشوع يعني، ولا بتعيطي عشان بتفتكري حاجه ولا ايه؟ كنت يعني بفتكر بفتكر حاجه، ان كان عندي ازمه كده، فهي الحمد لله عدت على خير يعني. فكل لما افتكرها وافتكر يعني بفتكر ربنا في قلب الصلاه وكده بفضل بردك اعيط. فانا مش عارفه يعني دي ايه ده، وبفضل اكمل يعني بفضل اكمل الصلاه. بس انا مش عارفه هو ده حلال يعني ده حرام ولا ده ايه؟ حلال ولا ايه؟ والسؤال بقى التاني، ان انا يعني حاليا مع جوزي الفتره ديت انا وهو في مشاكل على طول. مشاكل على طول، وهو كل ما يخش من البيت يسب الدين. وانا كريه الموت السم اللي يسب الدين. فانا مش عايزه اكمل معاه، كذا مره اقول له وهو رافض ان انا اكمل معاه. يعني ايه رافض انك تكملي معاه؟ هو مش عايزني ان انا امشي يعني واسيب البيت. هو عايزك تكملي معاه. عايزني اكمل معاه، فانا مش عايزه. انا اللي مش عايزه، انا اللي اقول له لا انا مش عايزه ان انا اكمل معاك عشان اتثبت دينه وعطول يعني سايب كل حاجه علينا.
يعني ايه سايب كل حاجه عليكم؟ يعني مثلا يعني المصاريف والحاجه علينا. انت اللي بتصرفي يعني؟ لا هو بيدينا، بس هو بيدينا على قد الحاجه المعينه. هو بخيل يعني؟ بخيل؟ بخيل جدا. انت بقالك قد ايه متجوزه؟ انا بقالي دلوقتي زي 15 سنه متجوزه. طيب السؤال ايه بقى يخص الموضوع ده؟ تعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ طيب حاضر. اكمل معاه ولا افترق؟ مفيش حد يقدر يقولك تكملي او تفترقي غير نفسك. واحنا عمرنا ما هنقولك سيبيه. يعني الشيخ رمضان عمره ما هيقولك اتطلقي. طب انا اعمل ايه في الدين؟ طب تابعينا حضرتك. هو سمعاني حضرتك؟ انت معانا؟ لا خطأ. السؤال الاول بكاءها في الصلاه، هي بتقول انا ببكي في الصلاه، هل ده يبطل الصلاه ولا لا؟ طبعا هو البكاء في الصلاة إذا كان خشوعا وخضوعا لله رب العالمين لا يبطل الصلاة إطلاقا، وطالما أنه بيقرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى لا مانع، ما لا, 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 لا يبطل الصلاة. بالعكس، احنا أمرنا بالخشوع في الصلاة وأمرنا بالخضوع في الصلاة، والصلاة هي راحة المؤمن. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني شغله أمر وأهمه أمر، فزع إلى الصلاة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فطالما الإنسان لما بيقف بين يدي الله عز وجل بيستحضر عظمة الله ويستحضر جلال الله عز وجل، فبيبكي خشوعا وخضوعا بها، ونعمة هذه صفة جميلة. طيب مشكلتها مع جوزها بقى؟ طبعا بدل السؤال عشرات الأسئلة، هو هيدخل من الشارع يسب الدين؟ مؤكد لا جاي من بره زعلان. لابد من حسن المقابلة، حسن المعاملة، وحسن العشرة منه ومنها. سب الدين لا يجوز شرعا وحرام ومن أكبر الكبائر، والإنسان لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى. دي أزمة كبيرة جدا جدا، والعياذ بالله من أكثر الأشياء التي تجلب غضب الله عز وجل سب الدين، من أكثر الأشياء ومن أكبر الذنوب اللي يعملها البني آدم سب الدين، من أكثر الأشياء والعياذ بالله اللي تجلب الفقر في البيت سب الدين، من أكثر الأشياء اللي تسبب النكد خراب والشقاء سب الدين. فكارثة كبيرة جدا جدا، لابد الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى. وهل يكب الناس في النار على وجوه إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللي انت بتقوله متسجل عليك، وممكن كلمة زي كده تبقى كارثة بالنسبة لك دنيا وآخرة. فلابد عليه أنه يتقي الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، هي ينبغي عليها أن هي تشوف هو إيه أسباب غضبه، زعلان ليه، بيغضب ليه، وتقطع عنه هذه الأسباب. حتى لو جاي من بره زعلان على الراجل، عشان ما حدش يقول انت بتقول الست، لا على الراجل، انه يفصل ما بين شغله وما بين بيته. انت رجعت بيتك يا عم، شغلك بمشاكله في حتة تانية، واستمتع ببيتك وبأولادك، ولادك وزوجتك ما لهمش ذنب. لكن طب هو دخل زعلان، الزوجة بحسن استقبالها بالكلمة الحلوة بالابتسامة الجميلة تغير الجو تماما، فتستقبله كويس فيهدى. طب لقيته زعلان، تتجنب غضبه لحد ما يهدى وبعدين تتكلم معه. طب احنا ننصحها بايه؟ ننصحها بانها تستمر، ما تخربش بيتها، تربي ولادها وتقعد في بيتها وهي فاهمه جوزها بقى لها 15 سنه معاه، فتقدر تعرف امتى بيبقى غضبان وامتى زعلان، ايه اللي يغضبه وايه اللي يزعله. الست بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجي علي؟ قال: هو حق زوجك عليك هو جنتك ونارك، إن راضي فالجنة وإن غاضب فالنار. طب وللزوج؟ خلي بالك من زوجتك، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. التوازن ده جنتك ونارك، أنت اتقي الله في زوجتك. ما تيجي نقرب لبعض، ما تيجي نعيش يا جماعة، الوقت اللي بيعدي مش هيرجع تاني. طبعا احنا بننكد على بعض ليه؟ ما تيجي ندي لبعض اربع كلمات، انا ادي لزوجتي دي وهي تديني نفس الكلمات: التقدير والاعجاب والثقة والاحتواء. يلا بينا، تقدير واعجاب وثقة واحتواء، نعامل بعض بنقدر بعض باحترام. طبعا انا مقدر تعبها وهي مقدرة تعبي، ما يبقاش الراجل طالع عينيه وجاي للزوجة مفيش اي رياكشن ولا اي رد فعله، عادي كأنه مفيش حاجة.
طب ما انت لا وساعات ده ساعات بتقول له ايه وانت عملت ايه ازيد من اللي الرجاله بيعملوه. تخيلي حضرتك هذه من تفعل هذا لا ينظر الله اليها يا ساتر ونظر الله رحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لامراه لا تشكر سعي زوجها وهي لا تستغني عنه. فالزوجه التي لا تقدر سعي زوجها لا ينظر الله اليها يوم القيامه، والزوج الذي لا يقدر سعي زوجته لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ما تيجي نقدر بعض، ما تيجي يبقى فيه تقدير فيما بيننا، ما تيجي يبقى فيه إعجاب فيما بيننا، ما تيجي يبقى فيه ثقة فيما بيننا، ما تيجي يبقى فيه احتواء وتواصل فيما بيننا، عشان تمشي البيوت، عشان نعيش حياتنا، مش ناقصة نكد. طبعا الناس بتحارب بره عشان لقمة العيش، ما هرجعش البيت كمان أحارب. صحيح. ولا هيبقى مش عايز يرجع البيت. الله يكرمك. فضيلة الشيخ، الحياة كلها محطات. صحيح. كل واحد بيجي محطته وبينزل، بقى يكمل. يكمل بقى اللي كمله اللي قبله، يكمل حياته وغيره، يكمل مسيرته، وهكذا بنمشي وما بنسيبش غير حاجة واحدة بس، الأثر الطيب والصدقة والعمل الصالح ومساعدة الغير والدعوة الحلوة اللي ممكن حد يدعيها لنا، وده اللي احنا بنبقى محتاجينه. يعني لسه حضرتك قبل الفاصل كنت بتقول ان الميت مش محتاج مننا غير الدعاء والصدقة. صحيح. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال الله عز وجل علمت نفس ما قدمت وأخرت. والعلماء علمونا كلمة حلوة قوي، قال ما أجمل أن يموت الإنسان ولا تموت حسناته، وما أقبح أن يموت الإنسان ولا تموت سيئاته. ما أجمل أن بابك اللي ربنا جعله ليك في الجنة في السماء، احنا كل واحد فينا له باب يصعد منه عمله وينزل منه أجله. ما الباب ده يقال انه لما بيموت الانسان يبكي هذا الباب خوفا ان يغلق، وده احد اسرار معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث اخبارها. قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والارض. فما بكت عليهم السماء والارض غير المسلمين لما بيموت لا بتبكي عليه سماء ولا ارض، المسلم لما بيموت تبكي عليه السماء والارض. السماء الباب لانه مش عايز يتقفل. طب والارض كل مكان انا اقمت فيه بطاعه الله يبكي. قال الله عز وجل يومئذ تحدث اخبارها. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما تحدث اخبارها؟ قالوا الله اعلم. قال أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما فعل على ظهرها، تقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذا المجلس الذي نجلسه نذكر فيه الله، نذكر فيه الله عز وجل يشهد لنا يوم القيامة. المكان اللي سجدت فيه يشهد لي يوم القيامة، المكان اللي عصيت ربنا فيه يشهد علي يوم القيامة. فكل مكان أنت عملت فيه بخير وتركت فيه أثر يشهد لك يوم القيامة، كل مكان عملت فيه معصية يشهد عليك يوم القيامة. وشوف اختار انت بقى عايز ايه بالضبط. فما اجمل ان انا ابقى عامل مشروع، انا باذن الله حتى وان مت لن تموت حسناتي، فاعمل العمل اللي يستمر حتى بعد وفاتي. زي ايه؟ اتصل بجمعية البر والتقوى، بتعملوا ان الايام دي كل الاعمال موجودة. طب بتبنوا مسجد؟ اه انا هساهم في المسجد صدقة جارية بأي مبلغ موجود. ما أجمل إن أنا أعمل ده، يبقى أنا موجود في هذا المسجد، كل من صلى فيه، كل من ذكر الله فيه، كل من دعا الله فيه، كل من عمل صالح فيه، كل من علم، كل من قرأ بأي شيء. فضيلة الشيخ يعني مثلا أنا عايز أفرق بس بين الصدقة الجارية والصدقة العادية. يعني لو حد جاب مصاحف، حد جاب السجاد في المسجد، حد جاب مراوح، حد جاب تكييفات في المسجد، أيا كان هو إيه، ما هي دي هتتغير بمرور الزمن؟ بعد ما تتغير تتوقف يعمل من جديد؟ وانت تعمل صدقة مؤبدة؟ لا اقصد انه توفاه الله. جميل. يعني عمل خلصت خلاص خلصت معاشك. امال احنا بنعمل ليه لابويا وامي؟ امال الولد صالح ليه؟ ما هو عشان اعمل، ما هي لو صدقة مؤبدة وخلصنا طب انا اجدد ازاي؟ ما هي بوقت ما تتوقف انا اعمل تاني واعمل تالت واعمل رابع واعمل خامس. امال الاضحية بتتجدد كل سنة ليه؟ امال الحج بيتجدد كل عام ليه؟ امال رمضان كل عام ليه؟ ما كنا نصوم رمضان واحد وخلاص. لا يا هانم، السجادة خلصت اجيب غيرها لابويا وعلى روح والدي وعلى روح والدتي. المروحة جرالها حاجة اجيب مروحة تانية للمسجد، اجيب تكييف تاني للجامع، عشان يبقى صدقة جارية مستمرة. وكل صدقة ولها عمر، أنا أجرت بمثلها، الله أعلم بأجري عند الله عز وجل، لكن لازم أجدد أنا أعمالي، أعمال الخير. واجعل لي في كل عمل من أعمال الخير نصيب ولو بجزء بسيط جدا.
مرة صدقة جارية في مسجد، مرة زكاة جارية في ماء، مرة زكاة جارية في تزويج أيتام، زكاة جارية في بناء مستشفى، وهكذا. أجعل لي في كل عمل صالح نصيب. صحيح، ربنا يتقبل. يعني الجميل في الجمعية كمان الموضوع ما بقاش مسجد بس، لكن كمان في جزء تحفيظ قرآن كريم، في جزء طبي، يعني هو عمل بيكون متكامل. الجمعية لما بتشتغل على شيء بتحاول ان هو ما يبقاش حاجة مختصة بس بالشيء ده، ولكن بتدور على ايه المنفعة اللي ممكن تكون بجانب ليه. لانه بفضل الله عز وجل جمعية البر والتقوى جمعية قوية جدا، وكفاءة، وفيها أمانة، وفيها خبرة قوية جدا في عمل الخير، ودايما تؤمن بالعمل المؤسسي المنظم المتكامل. فلما بتعمل بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها انها تعمل مسجد، بتبقى متشرفة بخدمة هذا، ومتشرفة بان هي ربنا سبحانه وتعالى يسر لها انها تبني جامع، وهي ما هي الا ساعي بريد. يعني انت لما تشوف جامع كده بينشأ افرح، لانه الصدقة اللي انت بعتها دي صدقتك انت، احنا سعاد بريد، احنا بنوصل فقط. فبتحاول تعمل حاجة على قدر الاستطاعة احسن ما يكون واجمل ما يكون، تليق ان تقدم لله رب العالمين، لان ربنا طيب لا يقبل الا طيبا. صحيح. وكلمة طيب هنا بتديني معنيين، طيب يعني اجود احلى حاجة، وطيب يعني حلال. فلما بتيجي تعمل، تعمل من احلى ما يكون ومن اجود ما يكون وافضل ما يكون، وافرح بصدقتك قوي واعرف انها صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا لما يوفقك لعمل الخير ده رضا كبير جدا منه. بنقول ان دي التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فاللي بيطلع صدقة جارية لمسجد ده مجاهد في سبيل الله بماله، انت كده بتضمن باذن الله الجنة، ربنا يتقبل منا ومنك. قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ففي عقد بينك وبين ربنا إنك هتنفق من مالك في سبيل الله عز وجل، صدقات جارية في المساجد، زكوات جارية في المستشفيات وفي رعاية أسيادنا الفقراء، ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك السلعة اللي انت نفسك فيها، الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. من أعظم الصدقات الجارية بيوت ربنا المساجد، لأنه أعظم عمل استثماري تقابل به ربنا. صحيح. وصلت مية، يعني طلب بسيط قوي، مش حاجة كبيرة جدا، رغم ان هما ممكن احتياجاتهم تكون اكتر من كده كمان بكتير، بس زي ما كلنا عارفين، بس احنا عشان نعمة ربنا سبحانه وتعالى موجودة ما بنحسش بيها غير لما بتروح. يعني ما تقطع عندنا نحس قد ايه احنا كلنا مربوكين. هما ما عندهمش قطع مية، هما ما عندهمش من اساسه مية موجودة. من اعظم نعم الله عز وجل نعمة الماء، لان المية ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي اساس الحياة. ومن اراد للنعمة أن تدوم ويريد أن يقيدها فليشكر الله بمثل هذه النعمة. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى مدي لك نعمة المية، عايز تدوم عليك ساعد غيرك أنها توصل له. من أعظم الزكوات الجارية والصدقات الجارية والصدقات العادية وصلات المية، مبردات المية، محطات المية، المحطات العملاقة للتحلية، الآبار النموذجية، ملف ضخم جدا في جمعية البر والتقوى طبقت به جمهورية مصر العربية من حدودها، من أقصاها إلى أقصاها، من قلب الصحراء إلى نجوع ما كنتش متخيل إنها تقدر توصل لها جمعية البر والتقوى. زكاة جارية عظيمة جدا جدا، وإنت كده بتشكر ربنا. ولما بتشكر ربنا على نعمه بهذه الزكوات وبهذه الصدقات، إنت بتشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني. لأنه أنا لما بشكر ربنا سبحانه وتعالى، الشكر قيد النعمة الموجودة. صحيح، بإقرار مني من ربنا سبحانه وتعالى النعمة المفقودة. دي من المأسورة. وإيه؟ صيد، قيد وصيد الشكر. قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. يعني إيه بقى؟ يعني حضرتك عايزة النعمة اللي موجودة عندك تدوم، تدوم، اشكري، يبقى كأنك ربطيها. طب النعمة اللي مش موجودة عايزة تصطاديها، اصطاديها بالشكر. فهي قيد للموجودة وصيد للمفقود. دي مقصورات حلوة قوي. والله حلوة جدا قوي. أيوة، ما أنا أشكر ربنا، مش هو اداني صحة بستخدمها في طاعته، طبعا اداني مية طبعاً. بفضل الله وحده ورحمته أساعد غيري. أنا تزعل لما تدخل بيت كده من أسيادنا الفقراء
غاية أماني حنفية ورا الباب عشان في عز الحر دي الست ما تمشيش بجركن، وفي عز الشتاء مش لاقي المية تطلع في البرد الشديد، حدش يستغنى عن المية أبدا. فاشكر النعمة الله عز وجل بأن تنعم على الناس كما أنعم الله عليك، أن تعطي الناس كما أعطاك الله. وتجي جمعية البر تقول لك أنا هوفر عليك التعب، ووفر عليك المجهود، ووفر عليك البحث، عندي قوائم لأسيادنا الفقراء المستحقين، أنا ساعي البريد ليك، تتعبش نفسك، أنا هوصل لك زكاتك لأسيادنا الفقراء. لأنها بتبقى صعبة على الفرد إن هو يقوم بده لوحده. طبعا يا فندم ده عمل كبير جدا وعمل صحيح. عملاق. قال إدريس النبي: لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه، ليكون صانعا إلى الخلق مثل ما صنع الخالق. ونعم بالله. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك وشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.